الآن نأتي إلى البعثة النبوية. هذا جبل النور وبه يوجد غار حراء مكة المكرمة. هذا جبل النور وغار حراء. اللهم صل وسلم عليه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سورة التوبة. هذه إن كانت واضحة هي نسب الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هذا النسب للرسول صلى الله عليه وسلم. نقف أمام آل بيت الرسول وهم زوجاته وأولاده وأحفاده وابن هاشم الذين حرمت عليهم الصدقة. طبعا المتحف الدور العلوي عن نشأة الرسول صلى الله عليه وسلم، رحلة النبي، زواج النبي، التحكيم في وضع الحجر الأسود، مبعثه صلى الله عليه وسلم، الهجرة الحبشة، حصار الشعب، الإسراء والمعراج، عام الحزن، بيعة العقبة الأولى والثانية، محاولة قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا خريطة لهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. الهجرة إلى المدينة المنورة. نتوقف أمام مصحف مخطوط، نسخة مخطوطة للمصحف الشريف المنسوب إلى الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، يعود لسنة 30 هجري، طبق الأصل من المصحف المحفوظ في متحف طوب قابي باسطنبول. نأتي إلى الدولة السعودية الأولى والدولة السعودية الثانية. طبعا هنا الإسلام والجزيرة العربية، جزيرة الإسلام. سوف نحاول تغطية معظم غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا أشاع المشركون قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المسلمين استعادوا عزمهم عندما علموا بنجاة النبي صلى الله عليه وسلم. انتشار الإسلام في عهد الخلفاء الراشدين، جزيرة العرب، جزيرة الإسلام للمسجد النبوي، القرن الأول الهجري. صفحات من مصحف كريب الخط الكوفي، القرن الرابع الهجري، ومصحف مخطوط بماء الذهب، القرن العاشر الهجري، وعظم عظم جمل يحوي كتابة نسخية بالمنداد الأسود، وحجر نقشت عليه أجزاء من آية الكرسي. هذه دراهم فضية،
فلوس نحاسية بيزنطية خلاف الأموية، ريحة عن هذا السد معاوية بني في منتصف القرن الأول الهجري. مسجد عمر رضي الله عنه بدومة الجندل في منطقة الجوف. نظرة سريعة، هذه عناصر زخرفية معمارية من الجص والطين والحجر. طبعا هذه قصور المدينة المنورة، اشتهرت المدينة المنورة خلال العصرين الأموي العباسي بكثرة قصورها وضياعها. هذا نموذج لأحد القصور. مضى الوقت ولا يعني أمل أبدا في تواجدي في هذا المتحف، تحتاج كما أسلفت إلى تصوير أكثر وأكثر. هذا وعاء نحاسي في الفترة الإسلامية، مجموعة من الجرار والقلل الفخارية الزجاجية، بعضها أواني خزفية مزخرفة في العصر العثماني كلها. هذه قلعة المويلح، هذه قلعة المويلح. بنيت سنة 968 هجري قلعة المويلح على طريق الحج المصري. نعود للدولة السعودية الأولى والدولة السعودية الثانية. إن الدين عند الله الإسلام. الدولة السعودية الأولى والدولة السعودية الثانية First and Second Saudi States. First and Second Saudi States. هذه مخطوطات، قيام الدولة السعودية. هذه قيام الدولة السعودية الأولى طبعا 1139 هجري، عندما تولى الإمام محمد بن سعود الحكم. لم تكن الدرعية سوى واحدة من عدة بلدان نجدية تتنافس على النفوذ. هذه الدرعية القديمة، فسار إليه محمد فدخل عليه في بيت بن سويلم ورحب به وقال أكثر ببلاد خير من بلادك. طبعا الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى. فقال له الشيخ وأنا أبو
هذا مقص من حديد أساور زجاجية. هذا سيف وبندق ورمح وترس دائري مبطن. وهذه رسالة الإمام عبد العزيز الأول ابن الإمام محمد بن سعود رحمه الله. وهذه رسالة من الإمام سعود والإمام عبد الله بن سعود. وهذا سيف وبندقية فتيل عليها زخارف. هذا جراب مستطيل. وهنا أسلحة من الدولة السعودية الأولى. هذا وصف لأحد شوارع الدرعية القديمة. وهنا سلة وزينة من الحجر ومكاييل بعدة مقاييس وعملات مختلفة. الدرعية مقر الحكم الدولة السعودية. هنا معاضد من الفضة وخواتم. وهنا سيف ذو مقبض ودرع من حديد وترس من الجلد وبندقية فتيل. وهنا بندقية مزخرفة ومجموعة من الوثائق عن حصار الدرعية، مجموعة متنوعة من القذائف المدفعية، أحجار نارية صفراء من الكبريت. هذه بان مجموعة من القذائف. هنا الإمام عبد الله بن سعود سيرة ذاتية. وفي النهاية قد واجه الموت بشجاعة عندما أعدم في اسطنبول 1234 رحمه الله واسكنه في سيح جناته. وهنا عرض حصار الدرعية. حصار الدرعية هذا نبذة تاريخية. طبعا مجسم مدينة الرياض التاريخية 1336. هذا المجسم نظرة هنا عامة عن بعض السيوف والبنادق أدوات الحرب قديما. وهنا كذلك مخطوطات. صراحة متحف من أجمل المتاحف شفتها في العالم، متحف الوطني. طبعا صيد فهد وشبلة بين جبل طبيق والنفوذ. الخروج من الرياض ونهاية الدولة. حياة الصحراء عاش عبد العزيز بعد مغادرة الرياض في عام 1309 في الصحراء لمدة سبعة أشهر. هنا البيت الشعر. طبعا نأتي للمرحلة يمكن الأخيرة هي توحيد المملكة العربية السعودية. هنا تاريخ عودة آل سعود. توحيد المملكة العربية السعودية
1351 هجري. هنا عن الحج والحرمان الشريفان، الحج رحلة العمر، حجر تأسيس من العصر المملوكي، طريق الحج الشامي طبعا جنوب تبوك. وهنا حجر مكتوب طريق الحج العراقي درب زبيدة. وهذه جنوب شرق تبوك، متحف رائع رائع، الله يجزى الدولة عنه كل خير. وهذا طريق الحج اليمني، هذا الحجر. من تاريخ مكة المكرمة، من الحرم المكي مجسمات. هنا طبعا المدينة المنورة، نماذج لأعبدة الحرم النبوي، وهنا مجسمات الحرم النبوي. وهنا استعرض هنا صينية نحاسية بغطاء من العصر العثماني، ولوح رخامي من العصر العثماني، وقاعدة هلال نحاسية، وشمع دان نحاسي ضخم. هذه صناعة الكسوة الكعبة المشرفة. ما يجزاهم خير عنا على هالمتحف الجميل، تاريخ عريق. الحج في عهد الملك عبد العزيز. هنا درب زبيدة المدينة المنورة، نختتم جولتنا اليوم قاربت ساعتين في المتحف الوطني. أسأل الله سبحانه وتعالى أولا أن يجزي عنا خادم الحرمين الشريفين وكل من بذل جهد في إنشاء هذا المتحف الوطني الجميل، يحتوي تاريخ لهذه الجزيرة العربية حتى يومنا هذا. وأسأل الله أني أكون قد وفقته ولو في الجزء اليسير لمدة ساعتين أني أنقل لكم بعض. طبعا هنا مواعيد الزيارة لهذا المتحف العريق في شهر رمضان المبارك، واضح اللي يزور الرياض هذه مواعيد الزيارة. وفي ختام جولتنا للمتحف الوطني، شكرا لكم وشكرا لمن أرسل لي مع بداية التغطية ثناء عطر
أسأل الله أن أكون قد وفقت في نقل بعض المعلومات. المتحف كبير ويحتاج المزيد من الزيارات، لكن لضيق الوقت أنا من الساعة 9 إلى الساعة 11 مساء معكم في التصوير. مع تحيات سناب صوت الوجه، ونلتقي في موقع آخر إن شاء الله سبحانه وتعالى. تحياتي لكم، أخوكم إبراهيم البلوي.